السلام عليكم. عام 2010 في محافظة عمران في اليمن، وتحية لجميع المتابعين في اليمن وجميع المتابعين في العالم بدون استثناء. القصة لرجل اسمه أبو قايد. أبو قايد عنده مزرعة في محافظة عمران، وهالمحافظة تتميز بمزارع الطماطم والبطاطس وكذلك الفلفل، فهو عنده مزرعة طماطم. ولا وكان على وقت القصة هذه وقت الحصاد، كان تعبان أشهر طويلة على هالمنتج وحاط آمال عليه وحرث وزراعة وسقو، وانتم عارفين المزارع شلون يتعب على يعني انه يحصل على المنتج هذا. لكن ذاك اليوم شو اللي حصل؟ شوي وهو كان غافل عن المزرعة وكان في أطرافها ما كان منتبه، ولا مجموعة من الأغنام وتدخل المزرعة وتبدأ تلعب في الزرع لعب، اللي تدوسها طماطم وتتلفه، اللي تاكل، اللي ما أدري شنو، ويجيهم أبو قايد يركض. حتى ما كان منتبه عليهم في البداية، لا الظهر جسوا فترة لين جاهم أبو قايد وهو يصرخ وكذا، من اللي مدخل الأغنام داخل المزرعة؟ شوي ولا هذه بنت صغيرة توها منتبهة أن الأغنام سرحت منها ودخلت مزرعة أبو قايد. ويعصب أبو قايد يصرخ، أنت ليش ما تشوفين؟ ليش ما انتبهت؟ وشلون تخلين الأغنام تدخل عندي في المزرعة؟ وليش وليش؟ وصرخ. أو يسمع صوته منه أبو البنت، خلونا نسميه أبو ليلى. أبو ليلى هذا راعي الأغنام، ويجي يركض يصرخ كذلك على أبو قايد، أنت شلون تصرخ على البنت الصغيرة وتسب وتغلط وتحاول تعتدي عليها بالضرب؟ فأبو قايد يقول يا ابن الحلال، أنا ما سبيت ولا مديت إيدي، وأدري أن البنت ما كانت قاصدة، لكن أنا من حرقة قلبي قعدت أصارخ عليها وكذا، وأنا أعتبرها مثل بنتي. لكن أبو ليلى هذا كذلك جاء متنرفز وشاف بنته تبكي وكذا، المهم كلمة منه كلمة من أبو قايد تطور الموضوع، بدوا يمدون إيدينهم ويطلع أبو ليلى الجنبية الخنجر ويهوش أو يأشر فيه على أبو قايد، وهذا يصرخ عليه ولا واحترم نفسك وك، أو يطعن أبو قايد في صدر أول طعنة، لكن ما كانت طعنة قوية، هو كان متعمد إنه يبي يجرح فيه، يعني أضربه ضربة كذي بسيطة على صدره، والضربة الثانية على الإيد، الضربة الثالثة على الرأس. الرجل أبو قايد شاف الموت، قام ينزف من كل صوب، وهذا شغال عليه ضرب هالخنجر، ويقوم أبو قايد يدافع عن نفسه أو يرفع خنجره كذلك يحاول يدافع، يأشر له يقول له وخر اذكر الله، نزل الجنبية، رجع خنجرك يا ابن الحلال، اهدأ اذكر الله، وهذا يحاول يطعن فيه وهذا يتماسك معه. المهم هذا قال انا ليش ما اضربه ضربة اجرحه فيها وخلي الدم يطلع من عنده، يروح عاد خلاص يهدى شوي ويروح يعالج جروحه يعني. المهم يأشر له يأشر له ويضرب الرجل على الرأس ابو ليلى. في هاللحظة الوحيدة اللي عزم أبو قايد أنه يضرب ضربة بسيطة جرح على رأس أبو ليلى، حاول أبو ليلى يتفادى الطعنة، لف راسه جت الطعنة وين؟ أو تجي الطعنة في الرقبة في الشريان الرئيسي، شلال من الدم، وهذا خنجر أبو قايد الظاهر كان حاد جدا. طاح الرجل وتوفى بساعته. البنت شافت المنظر أو تركض للبيت تبلغ أهلها وأمها وعمامها هذا أبو قايد من الجروح اللي فيه خلاص قال بروح أعالج نفسي أنا كذلك. ترك جثة أبو ليلى في المزرعة وراح لبيته يضمد جروحه وإنه يعالجونه، وكذلك
علشان يهرب من موقع الجريمة لين تهدى الأوضاع وبعدين يفهمهم أنه هو كان يدافع عن نفسه ويشرح لهم القصة. وفي عادة عندهم في اليمن وهذه أنا لاحظتها بكثير من القصص ومن الأحداث، إن إذا شخص مثلا قاتل ودخل بيته لا يمكن كائنا من كان أن يدخل عليه داخل البيت، حتى لو يدرون أنه موجود داخل بيته ما يدخلون، يحاوطون البيت يحاصرونه لين يطلعوا يقتلونه، لأن عندهم قاعدة ومبدأ قيم جدا أن البيت له حرمة وأن لابد تكون في نساء ولا تكون في أصغر في العمر، هذا عشان لا يتم رأى يعني لهم قدسية في هالموضوع هذا. فهو عارف أبو قايد قال إذا دخلت البيت ما حد راح يجي وراي، أهم شيء إني ما أطلع برا. أبو ليلى عنده 11 أخو وكل واحد يقول للثاني استريح أنا تكفل فيه. طلاب شر ما هم أصلا يعني لا تحرش فيهم، أو يجيهم الخبر لا طلع أبوهم أعبر منهم، الأب ما عنده مشكلة عياله كلهم يموتون في سبيل إنه يأخذ ثارة ويجمع عياله الهداش كلهم كبار ومتزوجين وجمعهم كلهم وبدأ يوزع عليهم أسلحة ومخازن الطلقات، وقال لحد يرجع لي هني في البيت إلا لما تقتلون القاتل اللي هو يقصد أبو قايد. طبعا هذروا رجال الأمن واكتشفوا أن أبو ليلى مقتول وعرفوا أن اللي قتله أبو قايد، وأبو قايد متخبي في بيته. يوم وصلوا البيت ولا 11 رجال مسلحين بكامل العتاد محاوطين بيت أبو قايد. منو هذول؟ أشقاء المقتول أبو ليلى. هني رجال الأمن في موقف لا يحسدون عليه. تقول لي ليش؟ شوف حبيبي، هذه مشكلة يعني مشكلة القبلية ومشكلة العادات القديمة، هذه الموضوع الثار. يعني لو رجل أمن ياخذ أبو ليلى من البيت ويطلع برا، أول ما يشوفونه برا سواء معاها جيش من رجال الأمن يتم إطلاق النار عليهم، يقتلونه ويقتلون رجال الأمن فوقه بعد، لا يطلع من الباب. فهذا اللي وصل الضابط ومعاه مجموعة من الأفراد كان واصل على ونيت مصندق، نفس اللي تشوفونه بالأفلام المصرية، الونيت وبسكر من الخلف عشان المتهمين وكذا يفتحون باب الحديد من الخلف، نفسه بالضبط اللي وصل. يوم شاف المسلحين وعرف ان هذول أشقاء المقتول خاف وما يلام، يدري إذا طلع أبو ليلى راح عفوا إذا طلع أبو قايد راح يقتلونه يقتلون القاتل. فكر شو يسوي الحل الآن، في يعني رجل أمن وأنت ضابط ومسؤول ومعك أفرادك، يعني فشل إنك تقول والله أخاف والله ما أدري شو. لازم تتصرف، لازم يكون عندك حكمة وذكاء التصرف في هالمواقف، ولا ضابط على شنو أنت؟ وتجي فكرة ويقوم يتصل في المديرية قال لهم أرسلوا لي ونيت مشابه للونيت اللي احنا طالعين فيه اللي هو البوكس هذا، ارسلوا لي واحد مطابق. قالوا لي ليش؟ قال ما لكم شغل، ارسلوه وارسلوا لي معاه كذلك مرافقين علشان اقدر اطلع القاتل من بيته. قالوا اوكي، وفعلا جابوا له ونيت ثاني ودخل الونيتين داخل بيت ابو قايد. طبعا ابو قايد رجل اصلا ما كان قاصد انه يسوي جريمة قتل، يعني لما يجونا رجال الأمن راح يسلم نفسه ويشرح لهم الموضوع، يعني هو أساسا ما هو قاتل، هو الموضوع حصل معاها يعني لحظة غضب وشد وجذ بينه وبين أبو ليلى، وهو أصلا زعلان وحزين إنه هو ارتكب جريمة، لكن أمر الله شو يسوي؟
هذه لحظة دخول الشيطان. دخلوا له البوكسين داخل البيت، وقام الضابط جاب واحدة من نساء البيت أهل أبو قايد، قال لهم جيبوا لي واحدة تكون مطابقة لطول أبو قايد، ويجيبون أخته ولا فعلا نفس الطول نفس الشكل، يعني عفوا بالجسم، يعني إنه يعني نفس الوزن وطوله وكذا، وهي متغطية بعبايتها والغشة مالها وما تبين من فوق لتحت ما تبين، ويقوم يلبس العبات كذلك حق أبو قايد، ويطلع الاثنين كل واحد يركبه في بوكس. لما ركبهم بوكس ركبهم أمام الناس، لما أمام هذول اللي محاصرين البيت، شافوا البوكسين يطلعوا برا شوي ولا يطلعون امرأتين لابسين عباية ومتغطيات، عرفوا ان واحد فيهم ابو قايد، هم عارفين الحركات هذه انه بيهربونه، لكن كذلك كانوا بين نارين، خافوا ان يطلقون نار على واحد من المتغطين تطلع فعلا بنت وتموت، وبكرة الناس تعايرهم انهم قاتلين امرأة وان هذا عيب ويسمونه دم احمر او الموت الحمر، او يعني هذا من اكبر العيوب اللي ممكن يتم الصاقها باي شخص، انه يقتل امرأة عشان ياخذ ثاره، عيب. فهم لما شافوا امرأتين متغطيات عرفوا ان واحدة فيهم امرأة، الثاني ابو قايد، لكن منو فيهم ما قدروا يحددون، خافوا انه يطلقون النار. شوفوا شوفوا، حتى لو كانوا في قمة الغضب وقمة العصبية وقمة، إلا أن في مبادئ وخطوط حمراء في الحياة لا يمكن أن يتجاوزونها، هي احترام المرأة واحترام البيت. ويركبون كل واحد من المتغطين في بوكس ويقفلون الباب ويمشون الشرطة كل واحد في سيارة. نجحت خطة الضابط، لأن فعلا عفوا على التليفون نسيت احطه سايلنت، نجحت خطة الضابط لأن قدر يحيرهم، لكن الأشقاء كل 4-5 ركبوا في سيارة وبدوا يطاردون هالبوكس، كل بوكس راح باتجاه، أجلسوا يطاردونهم إلى أن البوكسين هذول وانيتين التقوا في مكان واحد اللي هو مركز الشرطة، ونزلوهم ودخلوا داخل المركز، ولا قدروا أشقاء أبو ليلى يعرفون منو فيهم القاتل، دخلوا فلت من القتل. قاموا يحاوطون مركز الشرطة يبي يعرفون شنو نهايتها. المهم ساعة ساعتين ثلاثة وجوهم أحد القادة الأمنيين وقال لهم خلاص يا جماعة، الرجل راح يتم إحالته للمحاكمة وراح تأخذون حكم على أكمل وجه، ما له داعي تحاطون مركز الشرطة وما له داعي يثيرون المشاكل وخلونا نهدى، يعني وبعدين أنتم قبائل ومعروفين وكذا، لابد أن يحصل بينكم نوع من التفاهم والجاهيات وكذا. المهم هداهم ورجعوا كل واحد لبيته، وفعلا تمت محاكمة أبو قايد وحكم عليه بالإعدام. مر عليه شيخ، هذا أحد شيوخ محافظة عمران، شيخ طيب جدا وصاحب أعمال خيرية، ودائما يعني كان معروف عندهم انه يسدد ديون الناس، يعني اي واحد مثلا عليه مثلا 10,000 يروح حق صاحب الدين يقول انت كم تطلبه، يقول له 10,000، يقول له زين اطرح له من هالمبلغ نبي نساعد لوجه الله، يقول له خلاص عشانك يا شيخ ابى طيح له من 10,000 4,000، يقول له تم وانا وافقت، وهذه 6,000 مني انا. فهذه كانت طريقة دائما يسدد عن المديونين. واحد مثلا عنده مشكلة عائلية يتدخل، وكان شيخ فاضل رحمة الله عليه.
هذا سمع بقصة أبو قايد ويدري أبو قايد إنسان كان خلوق وأمين، كان يحصد ويبيع والكل كان يمدح أخلاقه وتعامله. استغرب من اللي صار وما عرف الموضوع، راح زاره في السجن. قال أنت شنو موضوعك بالضبط؟ قال والله يا عم تصادفنا على موضوع الأغنام، دخلت عندي في الزرع وأنا كنت معصب، لكن هو بدأ يعني تضايقه وكان يعتقد أني أنا كنت يعني أبعتدي بالضرب على بنته، فشال الخنجر ودخل الشيطان وطعني طعنتين ثلاثة. أنا كنت أحاول أصده لين طعنته طعنة واحدة، حاولت أني أجرحه فقط، لكن جت في الرقبة، جت في مقتله وتوفى الله يرحمه. ويبكي وكذا، حزن عليه الشيخ وقال أوعدك أني ما راح أبخل عليك بشيء، أنا راح أتدخل في الموضوع وإن شاء الله خير. قال له جزاك الله ألف خير يا شيخ. راح الشيخ حق أخوان وأبو ليلى، قال لهم يا جماعة الرجل مصاب بثلاث طعنات، رغم أن المحكمة ما أخذت فيها الموضوع أن في إصابات وكان موضوع دفاع عن النفس وكذا، وحكموا عليه بالإعدام. إحنا جايين نصلح، علق الرجل لا يعدم، خلي ياخذ له 20 سنة، ياخذ له 15 سنة، واحنا اللي تبونه الدية اللي تبونها أنا حاضر. قالوا لا لا مستحيل. عرض عليهم 250 مليون ريال يمني، وجاب معاه لما جاهم الجاهية جاب لهم 12 ونيت شاص. تعرفون ونيتات الشاص؟ ونيت شاص غالي يعني، أقل يعني أقل ونيت يعني جديد يكون ب 11-12 ألف دينار كويتي عندنا هني، تقريبا ما يعادل 35 ألف دولار الواحد. فجاب معاه 12 ونيت شاص محملة بجميع الاحتياجات من رز وسكر ويعني أغراض البيت. وهذا عندهم عرف وعادة أن لما واحد يجي راضي أحد يجيب له معاه، يا يجيب له سيارة، يا يجيب له يعني مثل المؤونة، أو يجيب له بقرة، ولا يجيب له ناقة، ولا يعني هذا العرف. فلأن الموضوع فيه قتل، الشيخ هذا الله يرحمه جاب لهم 250 مليون ريال يمني بالإضافة إلى 12 وانيت شاص محملة بجميع لوازم أو احتياجات البيت. لكن أبو ليلى وإخوانه كلهم رفضوا رفض قاطع بالتنازل. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما في حل يا جماعة، قالوا أبدا ما في حل. راحت الأيام وجت الأيام، مسجون أبو قايد ينتظر تنفيذ الحكم، حكم الإعدام فيه، إلى عام 2016. وانتم عارفين تداول القضية يحتاج إلى سنة سنتين ممكن ثلاث، واللي تم يعني الحكم عليه بالإعدام تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى سنتين ثلاث. المهم دخلنا عام 2016 لما صار يعني أثناء فترة الانقلاب، الجماعة الانقلابية على الحكم الشرعي في اليمن، والحين صار فيه اللي هو التحالف اللي صاروا يقصفون فيها الجماعة. المهم يوم الأيام وينقصف السجن اللي هو السجن المركزي في عمران، وينهدم السور الرئيسي الكبير وجزء من المبنى الرئيسي للسجن. طبعا صار فلتان أمني، الأمن ما هربوا كلهم خلاص، والسجن صار مفتوح، والسجناء اللي هرب واللي انتظر واللي مات والقصة. من بين السجناء منه أبو قايد. أبو قايد اعتار، إذا طلع برا مستحيل يتركونه أخوان أبو ليلى. لا، ويجيه خبر ثاني يوم وهو إلى الآن داخل السجن، نص السجن هربه، هو ما خايف يطلع برا السجن،
قالوا له حاكيك ترى في 11 رجال ينتظرونك برا السجن، انتبه هذول اخوان اللي انت قتلت اخوهم. قال بس انا جاني الموت. لكن الجماعة الانقلابية ايش كانوا يسوون؟ كانوا يعرضون على بعض المساجين، لانهم كذلك القوا القبض على مجموعة من المساجين اللي هربوا وخيروهم. قال شوف احنا نطلق سراحك لكن اتجند معانا في الجماعة، او ان الرد نحطك في السجن. هذا ابو قايد شاف ان الحل الوحيد انه ينقذ نفسه بانه يلتحق مع الجماعة الانقلابية، انا ما اذكر اسمهم لسياسة اليوتيوب يعني. وفعلا كلم عسكري من هالجماعة اللي امسكوا السجن وقال له انا ابي اطلع وانا مستعد اني التحق معاكم في الجماعة. هو اصلا هو اسرته وقبيلته ضد هالجماعة هذه، لكن ابو قايد شاف ان الحل الوحيد انه ينقذ نفسه انه يلتحق فيهم، وانه يعني يحمونه من اشقاء ابو ليلى اللي ينتظرونه برا اللي جايين وهم ذباحة يعني قاتلين قاتلين. قالوا له اوكي، وياخذون ابو قايد ويرسلونه الى الحدود الى الجبهة علشان يقاتل، ويختفي ابو قايد. وعرفوا اخوان ابو ليلى ان ابو قايد خلاص راح والتحق مع هالجماعة، وتعرفون هالجماعة اللي منهم مات اللي منهم هرب اللي منهم مستمر ما حد يدري عنهم. اهل ابو قايد يعني اهله وجماعته وعيال عمه ما يدرون وين راح اصلا ومتى التحق معاهم، ولا حد يدري يعني. راح بعد فترة يوم حسوا اشقاء ابو ليلى ان خلاص يعتبر ابو قايد من المفقودين، يا يعني انه مات في الحرب يا يعني رضوا بالامر الواقع. ورجع لهم الشيخ هذا اللي اقول لكم شيخ من مشايخة محافظة عمران رحمة الله عليه، رجع لهم مرة ثانية يحاول يهديهم يبي يطيب نفسهم. قال لهم يا جماعة ترى العرض الى الان مستمر، هذه 250 مليون ريال يمني وهذا 12 شخص، نبي نهدي النفوس، وانتم يعني كقبيلة وعشيرة ما تشيلون اي ضغينة عن العشيرة يعني ابو قايد وكذا، خلاص انتهى الموضوع. ابو قايد الان اصبح له سنتين مختفي ما حد يدري وينه، اغلب الظن انه مات. فقالوا يبا خلاص احنا نعفي عنه لوجه الله تعالى، وخذ ودية وتصافت النفوس وانتهى الموضوع. ابو قايد هذا اختفى. بعد يعني الحين وصلنا الى عام 2018، في اخر 2019 يوم الايام او تختفي زوجة ابو قايد وعياله، وين راحوا ما حد يدري. بدوا يسألون عيال عم ابو قايد وجماعته وكذا وين راحت زوجته وعياله، لان كانوا يعني هم المتولين مسؤوليتهم من بعد اختفاء ابو قايد واللي اعتبروه اصلا خلاص ميت. يزورونها يزورون عيالها ما هم موجودين، يدورون عليهم ويدور. راحوا لأهلها في أحد المحافظات وقالوا لهم يبا سمعونا في موضوع صاير وما نبي الكلام ينتشر وإحنا خايفين نقول لكم علشان لا ينتشر الخبر. قال شنو؟ قال أبو قايد هو اللي جاء في أحد الليالي خذ زوجته وعياله وراحوا إلى صنعاء، واحنا ما نبي الخبر ينتشر، الرجل ترى ملتحق مع الجماعة من زمان من سنتين. وهني افهموا ليش هو مختفي صار له سنتين. المهم شنو قصة ابو قايد؟ ابو قايد راح حارب في الحدود ولان ذهنه متفتح وذكي وكذا، وقالوا له انت لازم تخليك الرقيق يعني الى مشرف لجماعة مسلحة، هذول اللي ينظمون الأسواق. وأرسلوه إلى صنعاء إلى سوق الملح.
سوق الملح هذا مشهور جدا وفي ازدحام غير طبيعي. ارسلوا ابو قايد اللي هو صار مشرف ومعاه مجموعة من العساكر واصبح مشرف على سوق الملح. لكن ابو قايد استمر هناك من 2019 و2020 و2021 ولا احد عرفه منه هذا، لانه كان مغير اسمه ومغير ملامحه، يعني اللحيه والشنب ويعني مسوي مغير لانه خايف من الغدره، خايف انه يوم من الايام احد يتعرف عليه ويقتله، يعني وهو يعني غافل مو منتبه. فقام يغير شكله حتى العساكر ما يعرفون هذا منه. انتشرت السوالف، تعرفون بعض النساء السر ما يتأمن عندهم. لما عرفوا من أهل زوجة أبو قايد أن طلع وأن قصته كذا كذا والآن هو مشرف في سوق الملح في صنعاء، انتشر خبر إلى أن وصل إلى إحدى نساء أهل وعشيرة أبو ليلى أخوان المقتول واسمعوا بالسالفة. هم صحيح إحنا مخذين الدية وتصافوا وكانوا يقولون إحنا خلاص يعني لوجه الله تعالى، لكن إنه يعيش ويطلع برا وعايش حياته، لا، اختلفت النية عندهم. وجلسوا يدورون عليه يدورون إلى أن فعلا اعثروا عليه في السوق. لكن هذا تبع جماعة ومسيطر الجماعة، خايفين ايش سووا؟ راحوا جابوا احد المرتزقه اللي موجودين في اليمن وعطوه فلوس وقالوا له في شخص نبيك تقتله. منو هذا؟ قال له هذاك المشرف على هالمجموعه، نبيك تقتله ولك المبلغ الفلاني. قال لهم اوكي. هذا جابوا لهم واحد من اصحاب السوابق، صايع ضايع عنده اصلا بلاوي مش مو فارقه معاه، يقتل احد يقتلونه مو فارقه، اهم شيء تعطيه فلوس. ويروح للسوق ويقعد يراقب ابو قايد ذاك اليوم. ولا ابو قايد دائما يجلس في مكان معين في السوق، نفس نقطه امنيه مسوي علشان يحافظ على الامن وكذا يعني. او يجي هذا المرتزق على دراجه ناريه يقودها صاحبه وهو وراه يجلس وراه ومعاه الكلاش. أول ما وصلوا عند أبو قايد ويطلق عليه نار، أطلق عليه ثلاث طلقات جت ثلاثتها في مقتل بالرأس وفي الرقبة في الصدر. أو يهرب. أقول لكم سوق الملح هذا مستحيل أنك تجري فيه، لكن هم مسوين ممر لمرور الدبابات أو الدراجات النارية، ما حد يوقف يعني بهالخط هذا، أما الناس تمشي بالجانب الثاني، ازدحام. هذا ركب على الدراجة وشغل وطار، يحاولون يركضون وراه ما قدروا، لكن استطاعوا انه من خلال بعض الكاميرات اللي موجودة في السوق انه يعرفون يعني ملامح شكله الدراجة النارية، رغم انه كان ملثم، لكن من خلال هالمواصفات استطاعوا انه يستدلون على قائد الدراجة، ألقوا القبض عليه، اعترف انه هو كان مستأجر من القاتل مرتزق، انه بس هو اللي يقود عشان هو ينفذ الجريمة ودلهم عليه، ألقوا القبض على المرتزق واعترف انه فعلا احد اشقاء ابو ليلى هو اللي عطاه المبلغ الفلاني وقال له اقتل ابو قايد، وهو نفذ الجريمة. مالكم بالطويلة، تم القاء القبض كذلك على شقيق ابو ليلى، شقيق واحد فيهم اللي دفع الفلوس، والآن لا يزال متهم بالجريمة القتل مع المرتزق مع قائد الدراجة النارية. وهذه الحادثة حصلت في سوق الملح في صنعاء قبل أسبوعين من الآن، لم تتم المحاكمة طبعا، لكن أبو قايد توفى الله يرحمه ويغفر له. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.